نحلوا مشكل. اولا فيما يخص يعني اللي كتسميه التحرشات، انا بالنسبه ليا كنشوف بان مستقبل المغرب هو مع الجزائر ومع تونس وموريتانيا وليبيا. حنا كشعوب اللي ضحينا باش نجليو المستعمر المباشر، ما استطعناش اننا نفهموا هاد المخططات الجهنميه ديال الاستعمار غير المباشر واللي كيبغي يخلق حزازات بين الشعوب. حنا بغينا يكون هناك تكامل مغاربي باش يمكن لينا غدا نتفاوضوا جميع ونكونوا كنشكلوا واحد القوه في الجنوب ديال البحر الابيض المتوسط لمصلحه خدمه تطلعات الشعوب ديالنا في التحرر، في بناء الديمقراطي، في بناء التنميه، في احقاق العداله بالمفهوم ديالها الشامل، باش ما نبقاوش كلنا بلدان ما فيهاش ديمقراطيه، ما فيهاش حقوق الانسان، ما فيهاش احترام الحريات، وفيها الفساد المستشري. اذا ماشي في مصلحتنا اننا نمشيو في هذا المسار ديال السباب بين الشعوب الشقيقه اللي بالامس القريب امتزجت دماؤها في حروب التحرير. حنا عارفين اليوم كاين ذباب اللي من جهات خارج المغرب والجزائر اللي باغي يخلق مشاكل بين المغرب والجزائر. حنا ما بغيناش ننصاع لهذه المخططات اللي ماشي في مصلحتنا لا انيا ولا مستقبلا. الجزائري وحنا كنعرفوا منه سياسيين ومفكرين وباحثين واقتصاديين كيحبوا الشعب المغربي وعارفين بانه مستقبل المغرب في الجزائر، مستقبل الجزائر في المغرب، ما خصناش ننصاعوا. اما كره القدم هذه غير لعبه، حنا خصنا كلنا نجندوا باش نبنيو الديمقراطيه ونبنيو التنميه بالمفهوم ديالها الشامل ونحققوا التوزيع العادل للثروات، لان عندنا ثروات وخيرات كثيره وخصنا اننا نمشيو في الاتجاه الصحيح وما ندخلوش في مخططات الجيوستراتيجيه اللي هي كتعمل على سياسه تفرق تسود وكتبغي تخلق المشاكل بين الاشقاء. كنظن بانه الافق ما يمكن تكون الا واعده، لان هذا الوضع اللي وصلنا له ديال الحضيض، حنا مورا الاستقلال يعني المباشر من فرنسا اللي كانت مستعمره الجزائر 132 سنه ومستعمره المغرب، قلنا بانه امكانيه التنميه ما يمكن تكون الا حنا كاملين، حنا كاملين نمشيو بالاتجاه الصحيح. واخا كان النظام حنا عندنا ملكيه يعني دستوريه كانت كتسمى انذاك، وما داروش واحد الاشتراكيه في واحد الشكل اللي مع كل الاسف ما استفدش الشعب الجزائري من التوزيع العادل ديال الثروات وكذا، وكان ثاني فساد واحتكار ديال الحكم من قبل المجموعه الحاكمه. ولكن حنا مازال الامل ديالنا كبير في بناء الديمقراطيه في هذا البلدان ديالنا وفي توحيد الشعوب. وانا كنشوف الشعوب الوعي ديالها اليوم يتنامى، خصوصا بعد سقوط القناع ديال هذا المنتظم الدولي الغاشم الذي يكيل بمكيالين واللي هو تيضرب الاخوان ديالنا في فلسطين وكيسمح للكيان الصهيوني بقيام حرب اباده وكيشجعوا يعطيه الاسلحه، في الوقت اللي كيوجد لنا مخطط جديد وخريطه جديده من اجل تفكيك اوصال ماشي غير المغرب، حتى الجزائر وتونس وكما فكك السودان والصومال وكما ضرب يعني العراق. وحنا كنطالبوا بانه في حقنا في عالم عادل، وهذا العالم العادل يمكن نحلموا به ولكن خصنا نتحركوا باش يكون، خصوصا والعالم اليوم كيعرف تقلبات وربما ستكون في صالح الدول الناميه والشعوب بحال الشعب المغربي والشعب الجزائري. يعني الرساله اللي يمكن نصيفط للاحرار في الشعب الجزائري انه ما ينساوش بان الشعب المغربي هو شعب شقيق، وان المغاربه كيحبوا الجزائريين كيف الجزائريين كيحبوا المغاربه، وان مصلحتنا اننا نحددوا العدو بجوج، والعدو ديال المغرب ماشي هو الجزائر، والعدو ديال الجزائر ماشي هو المغرب. فالعدو هو هذا الغرب المتغطرس الذي لا يرى فينا الا عبيدا. حنا بغينا نكونوا متحررين، والتحرر ديالنا راه بتضافر الجهود على المستوى الاقتصادي، على مستوى البحث العلمي، على مستوى الفلاحي، على مستوى الطاقي، على كل المستويات، باش نبنيو واحد المغرب كبير يكون المغرب والجزائر الدور اساسي فيه، باش نفتحوا على افريقيا اللي هي اليوم كتحرر وكتقوى. فتحيه لكم وكنقول لكم بانني احبكم. Thank you.